ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة في اليمن التوصل لتسوية سياسية لإنهاء الحرب. وحث غوتيريش الجميع على التعاون مع المبعوث الخاص الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث. من جهته قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن هناك حاجة للعودة إلى طاولة المحادثات وإيجاد حل يحظى بالدعم الشعب اليمني. فما هي فرص إيجاد حل سياسي يخرج اليمن من مأساته المستمرة منذ 4 سنوات؟ Every 10 minutes, a child under 5 dies of preventable causes. مع كل 10 دقائق تمر، طفل يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة. النداء الأممي لم يعد نداء قائما على إحياء المفاوضات لأهداف سياسية فقط، بل بات مناشدة لوقف الحرب، رحمة لأرواح بريئة لا ذنب لها بخطايا الكبار. لا حل إنساني للأزمات الإنسانية. التوصل لتسوية سياسية من خلال حوار يمني شامل هو الحل الوحيد، وأحث جميع الأطراف على العمل مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن جريفيث دون تأخير، وأكرر دعوتي إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية. الصرخة الأممية في وجه المتورطين بالحرب اليمنية بدأت تعلو في الآونة الأخيرة، فالمأساة الإنسانية هناك لم تعد تحتمل المماطلة أكثر، وتصفية الحسابات السياسية على حساب المدنيين أسهمت بتعاظم أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. الأمم المتحدة تسعى مع عقدها مؤتمر المانحين لليمن لجمع نحو 3 مليارات دولار، مبلغ قادر في المرحلة الأولية على تغطية الحاجات الضرورية من غذاء وطبابة، وفي المرحلة الثانية الجلوس على طاولة حوار تجمع أطراف الصراع، استجابة لتحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الأمر الذي رحب به نائب رئيس الحكومة اليمنية ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي بانتظار الرد الحوثي. فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقا للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة ويدعمها المجتمع الدولي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي قمة الآمال الكبيرة التي أرادتها الأمم المتحدة يريد الشعب اليمني جوابا لسؤال واحد فقط، متى تنتهي الحرب؟ ينضم إلينا من صنعاء عبد الوهاب الشرفي الكاتب والباحث السياسي، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو علي نعمان المصفري الكاتب الصحفي. سيد علي نعمان، ما هي إمكانية إعادة إحياء المسار السياسي في اليمن؟ أعتقد الإمكانات المتاحة حتى هذه اللحظة غير موفقة حتى هذه اللحظة. لماذا؟ السبب يعزى أنه ما في ثقة بين كل الأطراف. هناك تعنت واضح من قبل الحوثيين، هناك عجز من قبل الشرعية. التحالف العربي لم يمتلك على استراتيجية واضحة في تعامله مع الحلفاء ذاتهم الذين يحاربونهم. الجمود في المشهد العسكري أيضا أضيف إلى الجمود في المشهد السياسي، وبالتالي الآن كل ما هو يمكن أن نقول فقط عبارة عن اعتراف بواقع الأمر، سلطة واقع الأمر. هذا اللي ولكن المبعوث الأممي أو يعني السيد مارتن جريفيث يعني تحدث عن المسار السياسي، لدينا غوتيريش يتحدث عن ضرورة إعادة إحياء المسار السياسي، بالإضافة إلى السيد المخلافي وزير الخارجية، يعني الكل يجمع على ضرورة إحياء المسار السياسي. نعم، المسألة تكمن في أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة عبر مبعوثين جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد خليفته
والآن الثالث. عجزوا في الفترة الماضية في مارتن غريفيث، عجزوا عن تحقيق أو على الأقل إيجاد مخرج أو حلحلة الأمور في اتجاه إمكانية على الأقل البحث عن أساليب جديدة أو آليات جديدة للحل. للأسف لا، فشلوا. الجانب الثاني والأخطر من هذا أنه في كل اللحظات لو تلاحظي القضايا الاستراتيجية الخاصة بعملية الحل يتركزون فقط على صنعاء، وكأنه فك الاشتباك والصراع فقط ما بين الشرعية وما بين الانقلابيين. في الوقت نفسه ينسون القضية المركزية الأساسية هي الجنوب حتى اللحظة، بما فيها حتى الأمم المتحدة. لو تلاحظ فقط في إحاطة ويعني إشارة بسيطة جدا وردت على لسان إسماعيل ولد الشيخ أحمد في آخر لحظة قبل أن يغادر المسرح السياسي والدبلوماسي، قال لابد من وجود حل جذري. أعود إلى هذه النقطة لأنه مارتن غريفيث يعني قام بمجموعة من اللقاءات وكان من المفروض أنه يتوجه أيضا للقاء الجنوبيين. سيد عبد الوهاب الشرفي، يعني ما الذي يعيق إعادة المسار السياسي؟ ما هي المعوقات أمام إعادة إحياء المسار السياسي في اليمن؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. هو بالطبع المسار السياسي بغض النظر عن قضية كونه مسارا منتجا أو غير منتجا، لكن المسار ذاته يعرف الجميع بأنه دخل ربما مرحلة توقف نتيجة الأزمة التي حصلت ما بين المبعوث الأمم السابق وما بين أطراف صنعاء، وهذا الأمر يعتبر قد زال الآن بوجود المبعوث الأممي الجديد، وهو لا زال ربما في مرحلة التأهيل. هناك أيضا قضية مستجدات الآن فيما يتعلق بالنظرة للملف اليمني بالكامل، وأنت لو تتابعي تصريحاته الأخيرة هو بدأ يتحدث عن أنه سيتوجه بزيارات إلى عدن وإلى المكلا، والجميع يعرف أن هذه المدن ليس فيها أطراف سياسية يمنية فاعلة في الأزمة اليمنية سابقا. بالتالي ما هي المستجدات برأيك على الملف اليمني؟ ربما وضع القضية الجنوبية الآن هو أهم المستجدات في الملف اليمني. هناك أداء سياسي إماراتي شاذ، هذا الأداء الإماراتي الشاذ فرض بأن تضاف مشكلة أو يضاف تعقيد واسع متعلق بنصف البلد بالكامل وربما أكثر فيما يتعلق بصورة الحل التي يجب العمل عليها. كان هناك صورة حل تقوم على قضية القرار الأممي ومتطلبات الحوار الوطني وما إليه. الآن أصبحت المسألة ربما هذه ما يتم الحديث عنه من مرجعيات أصبحت غير عملية، على اعتبار أن القوى التي وجدت في الجنوب أصبحت قادرة على أن تعيق مسألة تجسيد الدولة وفق أي حل سياسي بناء على الرؤية السابقة من القيام واقعا خصوصا في المحافظات الجنوبية. هذه المسألة هي ربما الآن التي ستجعل ربما الجهد السابق بالكامل يذهب أدراج الرياح، والحديث عن أن المبعوث الأممي الحالي سيستكمل من النقطة التي وقف فيها ولد الشيخ المبعوث السابق هي ربما أصبحت الآن محض حديث سياسي غير واقعي. سيد عبد الوهاب، ولكن هذا على مستوى التحالف وما الذي يجري في الجنوب، ولكن ماذا على مستوى الحوثيين؟ هل نضجت الظروف بما فيه الكفاية للقبول بالجلوس على طاولة الحوار بشكل جدي؟ أنا اعتقادي أنه بالنسبة للأطراف اليمنية بشكل عام سواء الحوثيين أو طرف هادي لم يعد الأمر في أيديهم أساسا. طرف هادي أصبح قراره تقريبا مقيد بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية تحديدا، وأطراف صنعاء حتى لو افترضنا أن لها قدر من المرونة في اتخاذ قرارها فإن قرارها يظل غير فاعل على اعتبار أن الطرف الآخر مقيد. وبالتالي المشكلة التي يعانيها الملف اليمني في قضية جعل المسار السياسي مسارا منتجا هي قضية الإرادة السياسية لدول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وبالتحديد هذه النقطة أحولها للسيد علي. سيد علي، هل في إرادة لدى دول التحالف لفعلا إنهاء ملف اليمن سياسيا؟ أعتقد الأمر الآن واضح جدا من أنه إذا التحالف العربي لا يريد أن يستنزف ذاته داخل اليمن مرة أو يواصل عملية الاستنزاف بحجة أن أو بحكم أنه طرف الشرعية
الآن اللي هي تعتبر جزء من التحالف ذاته، هي التي استنزفت التحالف خلال 3 سنوات، وهي التي سببت كيف كل كيف استنزفت التحالف؟ هي يعني تتعامل كما يرى بأن ممارسات التحالف إنما قوضت الشرعية ولم تسمح لهذه الشرعية بفرض سيطرتها، وهنا نتحدث عن وزراء استقالوا من الحكومة. هذه عبارة عن ضغط من جماعة الإصلاح تحديدا في التحالف الشرعية من أجل الضغط على التحالف وخصوصا المملكة العربية السعودية عشان تضغط على الإمارات، باعتبار أن هنالك في وجهات نظر أو في موقف واضح لكل ما يتعلق بالجنوب، على اعتبار أن جماعة الشرعية بما فيهم الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام. هل أنتم تقولون ذلك سيد علي نعمان المصفري لأنكم تؤيدون دعم الإمارات لانفصال الجنوب؟ عمليا حتى اللحظة لم نسمع ولم نرى ولم نشاهد داخل الجنوب إطلاقا من هذه الاتجاهات في المجلس الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، في الحزام الأمني الذي تدعمه الإمارات والذي يشتبك مع الشرعية ويؤدي بالتالي إلى أضعاف هذه الشرعية، ليست هذه وقائع على الأرض؟ هذه ليست وقائع تؤكد على هذا. هو الحزام الأمني والنخب الشبوانية التي تم تأسيسها داخل الجنوب هي جزء من العملية العسكرية للأخوة في التحالف العربي بموافقة أيضا الشرعية ذاتها والتي عمدت على الجميع يتذكر البيان الذي صدر، لو سمحت لي بس، الجميع يتذكر البيان الذي صدر عن رئيس الحكومة اليمنية الذي تحدث فيه عن انقلاب إثر الخلاف بين الحزام الأمني وقوات الشرعية. هذه القصة واضحة جدا للبلا حتى الطفل يعرفها داخل الجنوب وداخل اليمن، من أن جماعة الإصلاح وحزب الإصلاح هي المسيطرة الآن على الشرعية، وهي اللي سببت كل المشاكل داخل الجنوب والتي أدت إلى عدم تطبيع الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية بما فيها حتى السياسية. ولو تلاحظي الآن من خلال حديث المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يؤكد بما لا يدع مجال للشك من أن أطراف الشرعية هي تعمل مع الأخوة الحوثيين داخل صنعاء، هم يعملون في مشروع واحد في كيفية اعتقال أو مواصلة اعتقال الجنوب واستمرارية الضغط على التحالف العربي بحيث يرضون بما يؤدي إلى أن يمكن الدولة الزيدية العميقة من الاستيلاء على السلطة. سأعود إليك سيد عبد الوهاب الشرفي، ما رأيك؟ طبعا الحديث عن القضية الجنوبية ربما واقع في ورطة أكبر من قضية إثارتها أو جعلها تفصيل من تفاصيل الملف اليمني. القضية متعلقة بأنه حتى الأداء الإماراتي الآن لا يمكن أن يوصل الجنوبيون إلى قضيتهم بالطريق السليم. هناك فرق بين أن يعمل الإماراتيون على تأهيل المكونات الجنوبية لتكون موجودة كموقف سياسي فاعل واحد، وبين قضية استخدام فصائل أو مجموعة من الحراك الجنوبي لتشكيلهم في قوة عسكرية تستخدم لمعارك ذات مآرب بعيدة عن أجندات التحالف العدوان وبعيدة عن أجندات القضية الجنوبية. تلاحظ الآن الحراك الجنوبي أصبح هل الشرعية اليمنية هي من تستنزف سيد عبد الوهاب؟ يعني سيد علي تحدث عن أن الشرعية هي من يستنزف قوات التحالف في اليمن، وأن قوات التحالف جاهزة يعني لا تريد الاستمرار في استنزاف نفسها في اليمن. وبالطبع التحالف السعودي هو لا ينظر للقضية من خلال المكونات اليمنية، وليست هي العامل الذي يتحدد بناء على موقفها أو أدائها قراره على الإطلاق. يعرف الجميع أن الملف اليمني من وجهة نظر التحالف هو أحد تفاصيل معركة إقليمية أو صراع إقليمي مع إيران ومع تركيا. طيب. وبالتالي العوامل التي تتحكم في الموقف السعودي هي العوامل المتعلقة بالسعي للهيمنة لكل طرف من هذه الأطراف وليس موقف الشرعية. الشرعية طيب. هي مستخدم كما الحراك الآن مستخدم. لو سمحت لنا لدي أقل من دقيقة، إذا كان التحالف مستعد للحوار ويعتبر أن ما يجري في اليمن هو عملية استنزاف له، لماذا لا يعلن انسحابه من اليمن؟ لماذا لا يعلن موافقته بصراحة الجلوس على طاولة الحوار؟ هو الحوار سيتم وستتم هناك ربما حكومة توافقية، لا نختلف على ذلك. سوف يتم إيجاد حل سياسي أو تسوية سياسية،
ونحن يعني شبه متأكدين من هذا الموضوع. لأنه الوضع في اليمن الوضع الإنساني في اليمن يعني وضع كارثي. الإنساني وغير الإنساني حتى الاقتصادي ذاته وما في السياسي والعسكري. لكن أنا أعتقد بأنهم سيذهبون بعيدا عن الحلول الأساسية لحل القضية بمجملها. بدليل حتى هذه اللحظة لم يتم الاستماع إلى الأخوة الجنوبيين وهي رسالة للجنوبيين من أنهم الآن يجب أن يثبتوا على الأرض حتى يستطيعوا أن يكون لهم مكانة في أي مكان. علي نعمان المصفري الكاتب الصحفي، شكرا لك. ما أشكر من صنعاء عبد الوهاب الشرفي الكاتب والباحث السياسي.